السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مطراوي ومرتضى منصور وأبو المعاصي زكي، إيه اللي جمع زي ما بيقولوا كده الشامي على المغربي؟ على شفنا كلنا النهاردة مطراوي في برنامج الزمالك اليوم، كان بيقدم البرنامج في الأول الفقرة المقدمة والفقرة الثانية بتاع المحللين الرياضيين، والفقرة الثالثة المفروض بتاعة الصحفيين اللي بيتكلموا عليها. خالد غندور ما بقاش موجود، بقى الراعي هو اللي بيقدم البرنامج، وظهر كلام على إنهم هيكشفوا أشياء جديدة للمصريين بخصوص مين اللي ورا شتايم الناس من تليفون مرتضى منصور، وزعوا فيديو المطراوي. الفيديو بتاع مطراوي اللي فهم، اللي تابع الحلقة وشاف، اللي فهم منها حاجة يقول لي، يعني كله كلام عام، مفيش متقدرش تمسك حاجة، كله كلام عام. والله أبو المعاطي وأنا مش عارف إيه، وقال لي وهو اللي طلع مش عارف ايه، وبيهاجم الخطيب ما بيهاجمش الخطيب، بيهاجم مرتضى منصور ما بيهاجمش مرتضى منصور، وانت ومش عارف ايه، وانا متهدد ومش متهدد، بس جهات امنيه مش هي اللي بتهددني ويقول لي ما تتكلم. مين اللي يقدر، انا سؤال هنا، مين اللي يقدر يمنع حد انه يتكلم؟ مين؟ انت بتقول ما فيش حد من الجهات الامنيه بيهددني ولا بيقول لي اتكلم ولا ما تتكلمش، ماشي، لكن مين بعد قصة الجهات الأمنية يقدر يهدد حد يعني؟ يعني هل النهاردة أنا مثلا مع حضراتكم، هل النهاردة أبو المعاطي زكي ولا عبد الناصر زيدان ولا أي حد يقدر يقول لي ما تتكلمش، ولو اتكلمت هعمل ولو اتكلمت مش عارف؟ ومين اللي يقدر يعني النهاردة أبو المعاطي زكي لو حب أو عبد الناصر أيا كان حد يقفل لي قناة؟ في شروط لقفل القنوات، يعني ممكن يكون أنت بتتكلم بلغة غير لائقة، بأسلوب غير لائق، ألفاظك، طريقتك، ناس شايفة أو محتوى معين اليوتيوب بيقول إن المحتوى ده ممكن يكون غير لائق فبيديك مخالفة. جبت مقطع فيديو من فيلم، مقطع فيديو من برنامج إذاعي خاص أو تلفزيوني خاص بقناة معينة، فالقناة دي لها حقوق البث. يعني أنا النهاردة عبد الناصر زيدان أو أبو المعاط زكي ما يقدرش يقفل قناتي لسبب إني ما خدتش أي جزء من مقطع فيديو لي. يعني انا النهارده لو خدت فيديو لابو المعاطي زكي وحطيته على قناتي، ممكن ابو المعاطي زكي يبعت لي حقوق ملكيه فيديو واحد بس على فيديو معين اللي هو بتاعه، ممكن يعمل لي حذف ويجي لي مخالفه من اليوتيوب والكلام ده. لكن يعني ايه شركه هاكر؟ في هاكر، ممكن حد يهكر لك اي حاجه زي ما بيحصل يعني. لكن ابو المعاطي نفسه قعد فتره من ده مش دفاعا عن ابو المعاطي ولا هجوما على مرتضى منصور ولا هجوما على المطراوي، بس انا بفكر بعقلي. من فتره من الفترات كان قاعد ابو المعاطي زكي قناته مقفوله فتره معينه، او مش قادر يدخل على حسابه في القناه، وشوف سمعت وشفت الكلام ده كله. لو هو عنده القدره دي اللي قعده 3 4 ايام يعني، وهو هيعمل هاكر على نفسه مثلا، انت ايه علاقتك بابو المعاطي؟ انت قلت من ابو المعاطي ومش عارف ايه، واتقابلته وقال لي مش عارف ايه، وعيش قرايش، ولا عرش تعيش وعيش قرايش، وبيعرس، استغفر الله العظيم، سامحوني يا جماعه، اسف على اللفظ ده. يعني مرتضى منصور كان بيتكلم وقاله على الهوا، بس انا جيت اقول بيعرض، يعني هو مطراوي بيقول على ابو المعاطي زكي انه بيعرض على تركي آل الشيخ في الفيديو اللي قاله. طب كلنا عارفين علاقة تركي آل الشيخ بمرتضى منصور. أبو المعاطي زكي علاقته جيدة مثلا بمرتضى بتركي آل الشيخ، طب ما تركي آل الشيخ يتوسط ما بين الاثنين عشان يحل الأزمة. أو أبو المعاطي زكي يكلم تركي آل الشيخ يقول له يا أبو ناصر ولا سيادة المستشار أيا كان، ادخل وحل لي الأزمة في القصة دي. لكن الأزمة متواصلة وبتتصاعد يعني. واتكلم المطراوي عن إن أبو المعاطي زكي إداله فلاشة أو إداله الفلاشة دي ولا إداله فيديو عشان يذيعه على قناته. طب ما هو أبو المعاطي زكي ما كان يذيعه على قناته. قال لك لا، أصل أبو المعاطي زكي خايف، ويقول لك ما فيش حد يذيع ده غير واحد ذكر. يعني إيه غير واحد ذكر؟ طب وفين الفيديو ده؟ أنت ذيعته على قناتك يا مطراوي؟
وفيه ايه الفيديو؟ عمال تقول الفيديو، الفيديو ده فيه ايه بقى؟ فيه ما يثبت ان واحد من قطر بيهاجم مرتضى منصور او بيبعت رساله لمرتضى منصور وسامه المصري. طب سامه المصري دورها ايه؟ ما حد ما اتكلمش مطراوي. طب هل دي الفلاشه دي عليها فيديو؟ فيديو ازاي رسائل بتروح من واحد لواحد يعني؟ مش فاهم ازاي فيديو ولا هي مثلا بيانات رسائل متصوره مثلا زي ما تبعت واحد رساله على الواتس او رساله على ماسنجر. ايه هو الفيديو؟ طب حتى الفيديو ما يتذاع على الزمالك اليوم؟ ما اتذاعش. طب تفاصيل ايه اللي حصل؟ قال لك اصلهم عندهم شركه وعبد الناصر زيدان كلمني وقال لي هات الفيديوهات بتاعتك وانا ازيعها لك. يعني ابو عبد الناصر زيدان مش مع بناء على كلام مطراوي، عبد الناصر زيدان ملوش علاقه بابو المعاطي. لو حتى فرض كلام مطراوي صح ان ابو المعاطي قفل له القناه، فبلسان مطراوي نفسه قال لك ابو عبد الناصر زيدان قال لي تعالى هات فيديوهاتك وهطلعك على القناه واربحك تجيلك. مش فاهم يعني مين مع مين، مين ضد مين. وبعدين مع احترامنا يعني شكل مطراوي مخضوض، انا وشه وطريقه كلامه مخضوض. وانت النهارده لو انا عندي دليل وفي ايدي دليل، الراجل المستشار اللي معاهم اللي كان قاعد معاه في الحلقه بيقول له عندك ست تشهد، قال لي انا قلت ان انتوا مع بعض وتصطفوا مع، يعني ايه؟ انا النهارده لو انا معايا دليل براءه حد او ادانه حد وحد طلبني للشهاده وانا في ايدي دليل وانا جات لي الجرأه ان انا طلعت على الهواء وقلت كل حاجه، ليه اخاف بقى اروح او ما اروحش اشهد في النيابه؟ ده انت طلعت وقلت كل حاجه على الهواء، او اللي انت هتقوله في النيابه هو اللي انت قلته. وبعدين بيتكلم بيقول لك ايه؟ بعت رساله للمستشار مرتضى منصور علشان، والرساله جه فيها مثلا اسم هاني العتال، فجابوا سالوا مطراوي قال لك لا انا ما قلتش مجدي العتال، جابوا الرساله اللي بعتها مطراوي بناء على كلامه وكلامهم راحت مرتضى منصور فيها مجدي العتال، ان مجدي العتال هو اللي بيمول هو اللي بيعمل الكلام ده كله. ليه انت خايف ترسل؟ وبعدين يسالوه قال لك لا اصل انا ما شفتش الرساله، ده انا حولتها على طول. طب الرساله اللي فيها انت بتقول ابو المعاطي عمل وعنده شركه وعنده مش عارف ايه وهاكرز ومش هاكرز، طب امال بعتها لمرتضى منصور ازاي لما انت ما شفتش مجدي العتال وما شفتش الرساله الناس بعتها ليه؟ قال لك اصل واحد صاحبي بعتها لي وانا مؤتمنه يعني وعارف ان هو ثقه فرحت محولها على طول. الكلام مش منطقي يعني. برضه زي ما بقول انا ما بدافعش عن ابو المعاطي زكي ولا عن مرتضى منصور ولا مطرب، انا بحاول اشوف الكلام مش راكب على بعضه يعني. النهارده لما يطلع يتكلم يقول لك افلي القناه وما افليش القناه عبد الناصر زيدان ومش عبد الناصر زيدان، ويعني دخل مرتضى منصور يقول له اللي ما يعرفوش بقى انه الشركه اللي في مدينه نصر، اللي ما يعرفوش مطراوي ان الشركه اللي في مدينه نصر بتاعت ابو المعاطي وعبد الناصر زيدان. واللي مش يعني اللي قاله مطراوي ملوش قيمه بالنسبه للي قاله مرتضى منصور، مرتضى منصور قال كل اللي قاله مطراوي واكتر كمان، بل بيعدل على مطراوي. يعني اللي ما يعرفوش مطراوي ان فلان الفلاني في الشركه والمكان الفلاني شركه في المكان الفلاني والاثنين ابو المعاطي وعبد الناصر مع شركه في الكلام ده. طب ازاي شركه وازاي بيطبطب على مطراوي عبد الناصر زي ما بيقولوا تعالى زي لك فيديوهاتك يعني. قال لك الكلام مش قال لك هو كده قال اللي عليه واحنا قال لك وقت تصطفوا مع بعض يعني، هو كان مطراوي طالع يقول الكلمتين. وطبعا بقى طريقه مرتضى منصور والشتم شتائم مرتضى منصور ورحمه امك مش عارف يضربك بالجزمه على ابو المعاطي وعبد الناصر، واتكلم بالفاظ المعرضين اللي هي طبعا شيل النقطه، واتكلم وقال لك الساديين على مش عارف مين ومين، قال لك العامل بسديين جداد باللفظ البلدي، سديين دي اللفظ العلمي بتاعها هو قالها باللفظ البلدي. والقناه انا مش فاهم يعني لازم تتقفل بعد الالفاظ اللي اتقالت دي. وهاجم بقى كل الناس ولكن ابو المعاطي زكي رد على القصه دي. فانا موضوع القصه انا مش برضه هنا القصه على يعني عقده ابو المعاطي زكي. ومطراوي قال لك ان انا رحت قعدت على القهوه وكلمت ابو المعاطي فانكل جالي وقعدنا ست ساعات. ست ساعات ده ست ساعات كفيله يا مطراوي ان انت تعبر خط بربيه وتعبر الناحيه الثانيه يعني. وبعدين ابو المعاطي زكي يجي لك ليه يقعد على القهوه ست ساعات ليه؟ طب ما عنده مقر بتاع نجم الجماهير ولا ايا كان اللي عنده، كان تعالى انا في المكان الفلاني. المنطق بيقول كده يعني. المهم ابو المعاطي زكي عنده وجهه نظر ثانيه يعني. كلم وقال لك ان سبب وجود المطراوي هو شكر خالد غندور، لانه هو من وجهه نظر ابو المعاطي زكي ان خالد غندور ما شاركش في المهزله اللي حصلت. قال لك ايه؟ الحرامي المحمي بالحصاره بيفتري كالعاده بالاكاذيب
عليا وعلى الهوا. لو عندك حاجة روح بيها النيابة العامة يا بيه. نفس الإدعاءات اللي بيقولها على كل واحد بيختلف معاه. ولا نملك في ظل حمايته بالحصانة إلا قول حسبي الله ونعم الوكيل. اشتروا الشخص المدعي عليا بالأكاذيب بتسجيله مع البنت اللي ضحكت عليه فجابته وسجلت له الفيديو بتاعه معاها. مهندس الصفقة القذرة أحمد طبلة، طبعا عارفين حضراتكم مين أحمد طبلة، وشريف حسين. وأشكر خالد الغندور لرفضه المشاركة في المؤامرة القذرة وانسحابه من الحلقة. هيمنحوا الشخص القذر نسخة من تسجيلاته مع الست اللي ضحكت عليه وجابته وقلعته هدومه وتصور، والفيديو مع شريف حسين مهندس الصفقة أحمد طبلة. اللي عنده حاجة يطلع النائب العام يا بيه، وكلام منطقي يعني، كلام منطقي ان انت لو شايف ادانة لابو المعطي زكي اطلع بيها اشتكيه في النيابة العامة. لكن قصة ان ابو المطراوي يتصور او ما يتصورش، ويعني يضحكوا عليه ويجيبوا مطراوي يتصور واحدة ست تقول له تعالى مش عارف تاخده في شقة ويتقلعوا هدومه ويسجلوا له ويصوروه ويبقى مثلا دليل على ستريس او وسيلة ضغط على المطراوي علشان يروح يقول اللي هو عايزينه، ده وجهة نظر ابو المعاطي زكي. لكن انا السؤال اللي عندي، اشمعنى المطراوي تحديدا يعني؟ اشمعنى المطراوي اللي يقوموا عليه او اللي يعمل القصه دي او يجيبوه؟ هل هو خير مختار كده؟ لما بنشوف دايما الفترات الاخيره كان بيهاجم مرتضى منصور بضراوه، يعني فجاه كده يبعت رساله وبعدين النهارده بينكر ان اي مرتضى منصور تعرض له باي ايذاء يعني. واعتقد فتره من الفترات قال لك ان هو ناس خطفوه ومرتضى منصور هدده ومش عارف ايه. فتره من الفترات كان بيهاجم الخطيب وراح زار بيراميدز وقال لك احمد حسن شحو هاجم الخطيب والثلاثه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. وبعد كده يعني بعد ما كان بيدافع عن تركي آل الشيخ بدا يرجع يهاجم تركي آل الشيخ تاني. مش عارف، انا شخصيا لا اصدق اي احد يقول حاجه ويتراجع فيها او ينكرها. يعني ما النهارده ما قلتش واحد قابل مرتضى منصور ضربني قلمين وارجع بعد كده اقول لك لا مرتضى منصور ما عمليش حاجه. ما اطلعش اهاجم تركي آل الشيخ وبعد كده اقول له لا ده 100 100، وبعد اقول 100 100 ارجع اهاجمه تاني. مع تركي ابو المعاطي زكي ومش... طب ما هو المعاطي زكي لو معاك فلاشه يا جماعه وروها لنا. لو في وهتشوف الفلاشه دي فيها ايه يعني؟ ده ملخص الكلام يعني، ان هو ابو المعاطي زكي بيقول انها قصه. انها يعني جابوا المطراوي بسبب بنت ضحكت عليه وبتاع عشان يقولوا على المطر. لكن الغريب في القصه ان مرتضى منصور عنده كل الكلام اللي قاله وزياده كمان، اللي قاله المطراوي وزياده نفس التفاصيل نفس بتاع وزياده عن اللي قاله المطراوي. فانا مش فاهم يعني مطراوي ايه كان سبب وجوده في الحلقه؟ ايه الاضافه اللي ضافها مطراوي؟ مش عارف يعني، على اساس ان احنا يبقى في شاهد عيان على الكلام اللي مرتضى منصور كان بيقوله مثلا. عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحه. وقبل ما قول لي رايك، علق على القصه، عاوز اسمع رايك يعني. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو، شير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.